الدولة المصرية، وسعيدة إني موجودة من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بأسيوط. لكن اسمحوا لي أقول لحضراتكم ليه أنا وأي مرأة مصرية بتدعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أنا زي أي مواطن مصري عايزة تنمية لبلدي، وعايزة استقرار، وعايزة أمن وأمان. لكن خليني أقول لكم إن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه القيادة السياسية سنة 2014 وهو بيقدم كل الدعم للمرأة المصرية، وأخذ على عاتقه ملف تمكين المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. وأقدر كمان أأكد لكم إن ما فعله الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل المرأة المصرية بيتماشى تماما مع المعايير اللي وضعتها الأمم المتحدة لقياس تمثيل المرأة في المجتمع. والكلام ده مش مجرد كلام نظري وخلاص، لكن كلام على أرض الواقع. وخليني أقول لكم بعض الأمثلة. عندنا تشكيل الحكومة فيها 6 حقائب وزارية للمرأة، كمان الوظائف القيادية العليا، عندنا نواب للوزراء ونواب للمحافظين، وعندنا كمان أول مستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية، وأول نائبة لرئيس البنك المركزي. أما عن البرلمان عندنا ربع مقاعد مجلس النواب بنسبة 25%، 162 مقعد للمرأة من إجمالي 564 مقعد، وده خلى مصر تحتل المركز الأول عربيا في تمثيل المرأة في البرلمان. أنا مش هطول عليكم لأن الأمثلة كتير وكتير جدا جدا، لكن كل ده يخلينا أتوا إلى مصر، أحبوا الإقامة في مصر، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، ورأينا المسيرة للعائلة المقدسة، وقد رأت هنا في أسيوط وفي غير أسيوط الأمن والأمان والسلم والسلمة والسلم والسلام بفضل الله عز وجل. وقد أمن الله عز وجل مصر في كتابه الخالد حين قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. أيها الأحبة، أجدني في غاية من السعادة وأنا أقف بين رمزين، بين علمين يمثلان عيسى عليه السلام وهو يكرر دائما أنا ابن الإنسان، أنا ابن الإنسان، أنا ابن الإنسان. ونقرأ في القرآن الكريم الذي نزل على محمد صلى الله على كل الأنبياء وسلم وهو ينادي يا أيها الناس. الخطاب لم يكن يا أيها المسلمون، إنما قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. الناس جميعا، المسلم، المسيحي، اليهودي، الملحد، حتى أهل الأديان الوضعية غير السماوية، كل هؤلاء يرجعون إلى أب واحد وأم واحدة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا